من بلدة عمواس قديماً اليوم أبو غوش اللي هي اسمها كرياتي عريم، مكان تابوت العهد اللي كان في بيت أبي نداب لمدة 20 سنة. بحب أرحب بكل المشاهدين في هذه الحلقة. رح نشوف طبعاً تأثير المسيح على التلاميذ، رح نتكلم عن المسيح كيف أعطى مأمورية عظيمة، تكليف عظيم، إرسالية عظيمة، رسالة عظيمة للتلاميذ إنه ينطلقوا لكل الأرض، ورح نشوف صعود يسوع المسيح. أنا بدعوكم إنه تشاهدوا هذه الحلقة معي. وآيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.